برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا عبر شاشة مريم تي في وعبر بروجرام اون تايم على الموعد. طبعا انا وزميلتي تمارا رح نترافق معكم على مدار ساعتين من الوقت مع فقرات وضيوف عديدة. قبل ما نبلش بصباح الخير لتمارا، اكيد بحب عيدكم كمان بعيد البشارة، وطبعا هالزمن يلي هو زمن الصوم، زمن التوبة، زمن الرجوع للذات، وزمن أكيد الصلاة إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والخير والبركة. قدي حلو أنه مش بس نصوم عن الأكل، ولكن نصوم عن كل أشياء ممكن تكون سيئة بحياتنا لحتى نقدر فعلا نتجدد من جواتنا لنقدر نعيش القيامة بحق وحقيقة مثل ما بيقولوا. صباح الخير تمارا. صباح الخير لك ريتا، صباح الخير لكم مشاهدي مريم تي في من وين ما اخترتوا انكم تتابعونا، من لبنان او من الخارج. مثل ما ذكرتي ريتا، هذه الفتره فتره اكيد كثير حلوه، لانه بيجتمع صوم المسيحيين وصوم الاسلام مع بعضهم. صحيح. وكمان عندنا عيد البشاره بكلل هذه الفتره، العيد كمان الجامع للمسيحيه والاسلام، وكمان عندنا اعياد متتاليه، عيد الفصح وعيد الفطر، فبتحسي فتره هيك مليئه بالروحانيات وبالسلام وبالاعياد وبالفرح. نتمنى اكيد عليكم المشاهدين تكونوا عم تعيشوها باجواء سعيده مع العيله، على الرغم من وجود غصه اكيد بسبب اللي عم بيصير على الحدود الجنوبيه، وبسبب اللي عم بيصير اكيد باهلنا بغزه. نحن نتمنى وبندعي اكيد انه الاجواء تتحسن ويرجع كل شيء مثل قبل واحسن. أمين يا رب. أكيد تمارا، نحن دايما منبلش بالصلاة، منحب نقول يا إلهي الحبيب، أنا قادم إليك وأطلب منك المغفرة عن كل ما بدر مني من خطايا وذنوب، اجعلني أسير في خطاك وكوني على تحمل الصعاب في جميع أيام حياتي دائما وإلى الأبد. ازرع في قلبي محبتك ورأفتك وحنانك الأبوي، أنت شفائي من المرض وأنت مخلصي الوحيد، أنت الغافر لجميع خطاياي التي أعرفها والتي لا أعرفها. أمين. قدي حلوة هالصلاة تمارا، فعلا بهيدي الفترة قدي حلو أنه نصلي تمارا. أكيد ريتا، هيدي الفترة أكيد حلوة ومخصصة للصلاة، ونحن مثل ما عودتينا وعودنا مشاهدينا دايما بحلقتنا بأون تايم دايما هيك بنفتتح حلقتنا بصلاة. بنتمنى كمان المشاهدين تكون هيك عم نفوت على بيوتهم خلال هيدي الصلاة. فعلا ريتا، من بعد الصلاة أكيد نحن محاضرين للمشاهدين أخبار متنوعة رح نتعرف عليها سوا بفقرة المتفرقات. تمارا، أكيد أول خبر معي، طبعا سمعت بهيدا الخبر، أجراس كنيسة سيدة صغرتا الأثرية تقرع فرحا رسميا قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس، يوافق على إعلان المكرم البطريرك إصطفان دويه الأهدنة طوباويا. مبروك أكيد لصغرتا وللبنان يلي هو بلد القديسين. يعني أجمل خبر تمارا أسمعني. التطويب رح يكون بآب كمان. فعلا. فألف مبروك. أكيد نحن دايما يعني بنحب نسمع أخبار مفرحة. صحيح. بهالأيام الصعبة اللي عم نعيشها. مثل ما ذكرت ريتا، هلأ أكيد أجواء رمضان وليالي رمضان موجودة ببيروت، خاصة أنه بيروت دايما على الرغم من الصعاب وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة دايما بترفض الاستسلام وبتحب ثقافة الحياة. شفنا الزينة هلأ في مثل إذا فينا نقول قرية رمضانية بوسط. حلو. بيروت، وسط بيروت اللي عانى كتير بسبب انفجار مرفق بيروت والأوضاع الاقتصادية، بتحسي عم ترجع له الحياة، ونحن أكيد بنهتم بهيدا الشيء. وكمان بلش ابتداء من 19 الشهر اذا فينا نقول انيشيتيف ليالي رمضان اللي هي بالفورم دو بيروت، فاكيد نحن نتمنى انه كل المشاهدين يكونوا عم بيعيشوا هيدي الاجواء الحلوه. هيدي المبادره اكيد مكفيه من 19 لحد عيد الفطر تقريبا ل 11 نيسان، بتتضمن اجواء رمضانيه بامتياز، اجواء روحانيه بتحمل روحانيه رمضان وعيد الفطر، الزكاه والصوم والصلاه
المطارات، وكمان إذا فينا نقول في ستيشنز للأكل، ستيشن مخصصة للأطفال، وأجواء فنية كمان لايف انترتينمنت وغيرها وغيرها. فمندعي كل المشاهدين أكيد يكونوا عم بيعيشوا هيدي الأجواء. واللافت ريتا هون بحب أذكر إنه رمضان مثل الميلاد، صحيح. كل الطوائف بتعيشه وبتحبه، فأجواء حلوة. نحن نتمنى أكيد هالأجواء تكون عم بتسود، أجواء السعادة والفرح تكون عم بتسود ببيوت كل المشاهدين. أمين يا رب، بظل الظروف اللي عم يقطعوا فيها كمان تمارا. أنا الخبر الثاني معي تمارا طبعا أخبار وأحداث القديس شربل بدأت تنتشر بالصين، بتنادي بالإيمان والصلاة والصمت والمحبة والسلام، والمسيح يسوع هو الطريق والحق والحياة. فبدأ الصينيون يعلموا أطفالهم عن القديس شربل وحياته ومآثره وفضائله وسيرته المقدسة والدرب اللي سلك بتسلق سلم الكمال وصولا إلى الاتحاد بالله. يعني قد ايه حلو هالخبر تمارا جدا، ويعني دايما أخبارنا هيك بتكون واقع ومنكهة بالفرح والأمل، صحيح. خاصة بشهر رمضان شهر العطاء، وكمان هلا فتنا باسبوع الالام، وقادمين كمان على عيد الفصح. يعني اجواء حلوه واعياد بانتظارنا. نحن بنتمنى مشاهدينا كل ايامكم تكون اعياد وسعاده. نحن للاسف هيك وقفه سريعه صباحيه، بس مع هيك محضرين لكم 5 ضيوف بانتظاركم ومواضيع متنوعه، فلهيك اكيد ما تروحوا لمحل، تابعونا بريك ومنرجع. مرحبا. 22 أدار القديس سيرجيوس. كان سيرجيوس من أشراف روما ونائبا للقيصر الروماني بأبروس. انتقل للملكوت بأواخر القرن الأول للميلاد. الفضاء اللي تمتع فيها كان مؤمن مبشر بالإنجيل ويرد الكثيرين إلى الإيمان بالمسيح. منصلي مع القديس سيرجيوس على نيتنا فردا فردا، ومنطلب من الرب يعلمنا الإحسان والعدل. والله معكم. هاي، رح أعطيكم تيبس بتتعلق بأمورنا الحياتية العلائقية النفسية والتربوية. أول تيب رح يكون عن الأخطاء التربوية المدمرة، وهن 7 ممكن نكون نحن عم نرتكبهم بتربيتنا وبعلاقتنا مع أولادنا بدون قصد. أول خطأ ممكن نكون عم نرتكبه هو المقارنة، يعني وقت بقارن ولد بولد، خي بخيه، أخت بأختها، هيدا أعقل، هيدا أشطر، هيدا بيسمع الكلمة، هيدا ما بيسمع الكلمة. هالمقارنة ممكن تكون عم بتدمر عند الولد التميز، ببطل يبحث انه يكون متميز. تاني خطأ تربوي هو العنف الكلامي. حتى العنف الكلامي والعنف الجسدي هن كفيلين انهم يدمروا عند الولد ثقته بنفسه. تالت خطأ هو السخرية، يعني وقت منكون عم نتمسخر على الولد، ولو كنا عم نمزح وعارف انه هو نحن عم نمزح، هيدا الشيء بدمر تقديره لذاته. رابع خطأ هو الدلال المفرط او التربية المتساهلة. اوقات كتير بنجرب نرضي ولادنا ونعمل لهم شو ما بيطلبوا، يعني بنعمل منهم انفان روا، وهيدا الشيء بيكون عم بخليه للولد ويدمر عنده عدم القدرة على تحمل المسؤولية. بمعنى بيطلع الولد مش قادر يتحمل أي مسؤولية لأنه تعود كل شيء يوصل له بدون ما يطلب. سادس خطأ هو وقت ما بنسمع لأولادنا، وقت ما بنعطيهم وقت كافي ووقت جيد، هذا الشيء بيدمر عندهم الإحساس بالأمان. بحسوا حالهم الأولاد عايشين منهم عايشين بأمان، حاسين بنقص. سابع خطأ تربوي ممكن تكون عم نرتكبه مع أولادنا هو عدم التشجيع. أوقات كتير ما منفرجي أولادنا أنه نحنا راضيين على النتيجة، ما منشجعهم لأنه بيكون بدنا يهون يعملوا أكتر. التشجيع بكل الحالات هو كتير جيد، إن كان الأفر صغير ولكن كتير كبير، بخلي عدم التشجيع بخلي الولد
بطل عنده إنيسياتيف، بطل عنده مبادرة، وبالتالي ببطل عنده إبداع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالتيبس، وبلاقيكم المرة التانية. يقام احتفال اليوم العالمي للمياه سنوياً في 22 آذار بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة. اليوم العالمي للمياه هو فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق. المياه هي لبنة أساسية للحياة، هي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة. المياه أمر حيوي، فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.